بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غنشوفوا تمرين جديد، ولا نفس التمرين اللي شفنا في الحصه السابقه. هو السؤال الثاني فيه اللي هو كيدويرين على الليميت باغ لا ديفينيسيون، صافي. ملي كتكون ان بلوس لانفيني وملي كتكون ليميت كتساوي لينا عدد. دابا الثانيه اللي قال لك ان كتساوي لنا ناقص واحد على بويسونس ان على ان بلوس ان، وقال لك باللي ال هي زيرو، صافي، الليميت هي زيرو. هذه الا جيت تحسبها بالطريقه العاديه صعيبه شويه، ولكن بالديفينيسيون انت غادي تفك منها في البلاصه، صافي، بالطريقه اللي شفنا من قبل. اذا نجي نطبقوا الديفينيسيون، نجبدوا داك ان ايبسيلون، حيت حنا قلنا الهدف ديالنا هادشي كامل نجبدوا داك ان ايبسيلون، عرفنا ان ايبسيلون صافي سالينا. اذا بالنسبه هنا او ان هي ناقص واحد على بويسونس ان، هنا الديفينيسيون كنحطوها حدانا، يعني كنكتبوها على حساب هاد او ان اللي عندنا هنا وعلى حساب هاد ان اللي عندنا هنا، وكنشوفوا حنا كيفاش كنجبدوا داك ان ايبسيلون. اذا دابا هنايا يعني غنقولو كيلكو سوا ايبسيلون اكبر قطعه من الصفر، يوجد واحد ان ايبسيلون كينتمي لنا الان، حيث انه كيلكو سوا ان ابارتونو ان، ان اكبر من او يساوي ان ايبسيلون، هنا مباشره كيعطينا شنو ان لا فالور ابسولي ديال او ان. شنو هي او ان؟ هاي هي ناقص واحد على بويسونس ان، علاش؟ على ان بلس ان، مال هادي اصغر قطعه من ايبسيلون. قلت لك دائما انت تجي تهتم بهادي، صافي. هادي نحطوها حدانا هنا، هاي لا فالور ابسولي ديال ناقص واحد على بويسونس ان على ان بلس ان، حيت ان ان راه كينتمي لنا المجموعة ان، اعداد صحيحة طبيعية لي زونتي ناتورال. اذا بالنسبة لهنا هاي لا فالور ابسولي ديال عدد ولا كسر على يعني بسط على مقام، هي لا فالور ابسولي ديال البسط على الفالور ابسولي ديال المقام. هاهي لا فالور ابسولي ديال ناقص واحد على بويسونس ان، هنا ان داخل قسم على ايش؟ على لا فالور ابسولي ديال ان بلس ا. المهم هنا وقفت شويه، علاش؟ حيت جات لي فكره اننا نبرهنوا ان لا فالور ابسولي دو اكس على بويسونس ان ايتيغال لا فالور ابسولي ديال اش ديال اكس على بويسونس ان، داك ان برا. اذا هنا مثلا نبداو اكس، هاد اكس كينتمي ل ا و ان كينتمي الان. اذا هنايا بوغ ان ايتيغال ا زيرو، بوغ ان ايتيغال ا زيرو، هنا هاد ان هذا هاد اكس هذا خصو كينتمي لان ان نجمه، حيت زيرو او زيرو ميمكنش، صافي. المهم هاد اكس هذا واحد العدد كينتمي لان نجمه، ولا نقولو نبداو من واحد حدا في الزوج، ولا هاد ان يبدا من واحد. حنا هنايا خدامين في ان، يعني هاد اكس هادي خالفنا زيرو، هنا راه عندنا ناقص واحد في الحاله ديالنا حنايا. اذا هنايا بوغ ان ايتيغال ا زيرو، هنا لا فالور ابسولي ديال اكس اس زيرو اش كتساوي لينا؟ واحد، صافي، حيت اكس اس زيرو راه هي واحد، لا فالور ابسولي ديال واحد هي واحد. اي لا فالور ابسولي دو اكس اس زيرو اش كتساوي لينا؟ اكس كما كان غيخرج لينا عدد، صافي، واي عدد اس زيرو من غير زيرو، اي عدد اس زيرو كيعطينا واحد كما كان. مثلا كانت هنا ناقص 3، لا فالور ابسولي ناقص 3 هي 3، 3 اس زيرو راه هي واحد، صافي. اذا هنايا راه محقة، يعني هنايا لا فالور ابسوليت اكس اس زيرو كتساوي لنا لا فالور ابسوليت اكس اس زيرو، اذا محقة من اجل ان كيساوي زيرو. دابا غادي نفترضو، غنفترضو سوبوزون انها صحيحة، ولكن ماشي من كيلكو سوا، عندك دير كيلكو سوا، لا راه شنو هادشي في الريكورونس، اي من واحد، اي واحد ان كينتمي لان، ان لا فالور ابسوليت اكس على بويسونس ان كتساوي لنا لا فالور ابسوليت اكس على بويسونس ان، اي مونترون كو ونبرهنو ان لا فالور ابسولي دو اكس على بويسونس ان بلس 1 كتساوي لنا لا فالور ابسولي دو اكس على بويسونس 1 ان بلس 1. مزيان، اذا نجي نبداو من وحده فيهم ونوصلو للثانيه. مثلا نبدا من هادي ونوصل لهادي، صافي، نبدا من هادي ونوصل لهادي، ولا المهم وحده فيهم. نبداو مثلا من هنا لا فالور ابسولي دو اكس على بويسونس ان بلس 1، شنو هي اكس على بويسونس ان بلس 1؟ هي اكس على بويسونس ان فوا اكس، يعني كتساوي لنا لا فالور ابسولي اكس على بويسونس ان فوا اكس، صافي. وشنو كنعرفو لا فالور ابسولي ديال ا فوا بي؟ هي لا فالور ابسولي ديال ا فوا لا فالور ابسولي ديال بي، صافي. وحنا شنو قلنا؟ ان لا فالور ابسولي ديال اكس على بويسونس ان شنو هي؟ هي لا فالور ابسولي ديال اكس على بويسونس ان. اذا هنايا هاد اكس على بويسونس ان بلس 1 اش كتساوي لنا؟ هادي ها هي، راه قلنا افترضنا انها صحيحه من اجل واحد ان، يعني لا فالور ابسوليت اكس على بويسونس ان كتساوي لنا لا فالور ابسوليت اكس
ا لا بويسونس ان، يعني هنايا نبدلوها بهذه، يعني هي لا فالور ابسوليت اكس ا لا بويسونس ان، وهذه هي لا فالور ابسوليت ديال اكس. هنا لا فالور ابسوليت اكس ا لا بويسونس ان في لا فالور ابسوليت اكس، بحال قلتي ا اوس ان فوا ا، هي ا اوس ان بلس 1، يعني هي لا فالور ابسوليت ديال اكس اوس ان بلس 1. اذا حنا بينا ان لا فالور ابسوليت اكس ا لا بويسونس ان بلس 1 كتساوي لنا لا فالور ابسوليت ديال اكس على la puissance n plus 1. إذن حسب الترجع راه كاين قوس واحد اكس كينتمي للارنجمون صافي، وكاين قوس واحد ان كينتمي لان، راه لا فالور ابسوليت اكس على la puissance ان كتساوي لنا لا فالور ابسوليت اكس على la puissance ان. واش غنطبقوا عندنا هنا صافي، حنا قلنا ديك اكس كينتمي للارنجمون، احنا هنا عندنا ناقص واحد صافي، وان راه كينتمي لان، اذا هنا هاد ان ممكن تخرج لبرا، اش بقى لي هنا لا فالور ابسوليت ديال ناقص واحد ا لا بويسونس ان، وهنا لتحت لا فالور ابسوليت ان بلس 1، ان بلس 1 راه موجب حيت ان موجب وزائد واحد، واحد راه موجب، يعني المجموع ديال الدين موجبين هو عدد موجب، يعني هنا ان بلس 1. لا فالور ابسوليت ديال ناقص واحد ا لا بويسونس ان شحال هي؟ لا فالور ابسوليت ناقص واحد شحال هي؟ هي واحد، واحد ا لا بويسونس ان راه هي واحد، اذا هنا لا فالور ابسوليت ديال ناقص واحد على بويسونس ان على ان بلس 1 اش كتساوي ليا؟ ناقص واحد على بويسونس ان راه هي واحد، لا فالور ابسوليت ناقص واحد هي واحد، وواحد على بويسونس ان هي واحد، علاش؟ على ان بلس 1. ودابا هنا نبدا اش كنعرفوا؟ كلما كبر الكسر كلما صغر هادشي هذا صافي، هاد الكسر هذا كلما كبر، هاد المقام كلما كبر كلما هادشي صغر، اذا هذا راه يكون اصغر من او يساوي شنو؟ ولا نقول اصغر قطعا ولكن ممكن إذا كان ان كيساوي صغير حيت قلنا كينتمي لان، اصلا ما يمكنش يكون في هذه الحاله، المهم اصغر من او يساوي الاصغر قطعا، ديك الساعات نتوما شوفوا واحد على ان بلس ان راه اصغر من واحد على ان، حيت كنعرفوا كلما كبر المقام كلما صغر هذا الشيء، حنا المقام ها هو حيدنا داك زائد واحد، اذا هذا راه يكون كبر من هذا، فيريفي مثلا بواحد، فيريفي بواحد، واحد على واحد زائد واحد هي واحد على جوج، 0.5 راه اصغر من واحد على واحد اللي هي واحد صافي، فيريفي بجوج بثلاثة، كلما كبر المقام كلما صغر هادشي، وكلما صغر المقام كلما هادشي هذا راه كبر صافي، يعني المقام كيكبر هادشي كامل كيصغر، المقام كيصغر هادشي كيكبر صافي، إذا هنايا واحد على ان بلس ان مالا راه أصغر من واحد على ان، إذا هنايا هاد لافالور ابسوليت ناقص واحد على بويسونس ان على ان بلس ان شنو هي؟ هي لافالور ابسوليت ديال اش؟ ديال او ان موا ال ياك، اللي دابا هي اصغر قطعه مناش من واحد على ان صافي، الا كانت اصغر قطعه من واحد على ان، وهنا عندنا اصغر قطعه من ايبسيلون، اذا ممكن هنايا عاوتاني هنا ممكن نقول اصغر من او يساوي باش نخرجو من راسنا، هيا اصغر من او يساوي صافي، هيا باش نخرجو راسنا من داك الدوامات، هيا اصغر من او يساوي، وحنا عندنا هنا شنو؟ اصغر قطعه من ايبسيلون، اذا دخلها هنا هاي هادي، يعني حتى هادي راه تكون اصغر قطعه من ايبسيلون، هادشي اللي كنقلبو عليه حنايا كنبقاو ماجوري صافي، باش نلقاو شي تعبير بسيط، راه حنا لقينا هاد التعبير هذا، واحد على ان اصغر قطعة من ايبسيلون، هنا عندنا ان اكبر من او يساوي ان ايبسيلون، اذا هنا نخرج ان، يعني ندير المقلوب، يعني هنا ان، هنا كانت اصغر قطعة، حيت هنا واحد على ان المقلوب ديالها هو ان، هنا كانت اصغر قطعة تولي اكبر قطعة، هنا كانت ايبسيلون تولي واحد على ايبسيلون، يعني وصلنا هنا الان، هنا عندي اكبر من او يساوي ان ايبسيلون، هنا عندي اكبر قطعة، وصلنا لداك الشيء اللي بغينا، اذا دابا هنا ان ايبسيلون شنو قلنا كنوضعو؟ هو البارتي اونتيغ ديال هاد العدد الشيء اللي كيكون عندي هنا اللي هو دابا واحد على ايبسيلون زائد واحد صافي مزيان، اذا هنا شغنقول ليه انا لقيت ان ايبسيلون ممكن هادشي نديرو في الوسخ، هنا غنجي نقول له كيلكو سوا ايبسيلون اكبر قطعة من الصفر يوجد واحد ان ايبسيلون، وهنا بين قوسين يساوي لنا البارتي اونتيغ ديال واحد على ايبسيلون زائد واحد اللي كينتمي لنا الان، حيت هذا راه كينتمي الان، حيت ايبسيلون راه موجب هذا راه كينتمي الان، حيث انه هنا كيلكو سوا ان كينتمي لنا الان، شنو عندنا؟ عندنا ان اكبر من او يساوي هذا البارتي اونتيغ ديال واحد على ايبسيلون زائد واحد، هادشي فين كيدينا؟ ان لا فالور ابسولي ديال او ان موا ال، ال هو زيرو يعني ناقص واحد على بويسونس ان على ان بلس 1 ناقص زيرو، راه هي بلاش ما نكتبوها هنا اصغر قطعة من ايبسيلون، اذا من هنا ممكن نوصل لهنا، الا بغيت انا نبدالو يعني انا بديت له من هنا صافي، الا كان على حساب الاستاذ وكيفاش شنو كيطلب منك، كاين اللي غيطلب منك توري هاد المراحل اللي درتيهم، وكاين اللي غادي يجي يقول لك ومن الاحسن انت تمشي تقلب عليه في الوثائق وتجي تحطها له صافي،
انا ممكن تبدلات ان اكبر من او يساوي فاكسيون اونتيغ ديال واحد على ايبسيلون زائد واحد. هادشي فين كيدينا ان ان غيكون اكبر قطعه مناش من واحد على ايبسيلون، حيت قلنا ان البارسي اونتيغ ديال واحد على عامه البارسي اونتيغ ديال اكس زائد واحد راه اكبر قطعه من اكس. صافي، اذا حنا بحال اللي ان ان اكبر من او يساوي البارسي اونتيغ ديال اكس زائد واحد، كنعرفوا بلي البارسي اونتيغ ديال اكس زائد واحد اكبر من اكس، اذا هاد ان هذا راه اكبر قطعه من داك اكس. ومن هنا يمكن لي نوصل كيفاش انا كنعرف بلي ان اكبر قطعه من واحد على ايبسيلون. اذا المقلوب هنا المقلوب يعني واحد على ان مالو راه يكون اصغر قطعه مناش من هاد ايبسيلون هذا، حيت المقلوب هنا كانت اكبر قطعه ولات اصغر قطعه، هنا كانت ان قلبناه ولات واحد على ان، هنا كانت واحد على ايبسيلون، واحد على واحد على ايبسيلون راهو ايبسيلون. صافي، ولا كانت ان واحد على ان اصغر من اصغر قطعه من ايبسيلون، وحنا شنو كنعرفوا بلي هاي كنعرفوا بلي واحد على ان زائد واحد مالا راه اصغر من واحد على ان. ايبسيلون اكبر من واحد على ان كيعني ان ايبسيلون راه اكبر من واحد على ان زائد ايبسيلون، هذه راه اكبر من او يساوي اكبر. صافي، عامه اكبر حيث ان راه ما يساويناش زيرو، حيت هنا واحد على زيرو ما يمكنش. اذا ايبسيلون مالو راه اكبر من واحد على ان زائد واحد، اذا هنايا واحد على ان زائد واحد راه اصغر قطعا من ايبسيلون، حيت هنا عندك متفاوته يمكن لك دير اللي بغيتي. صافي، هنا كنعرفوا بلي واحد على ان اكبر قطعا من واحد على ان زائد واحد، كنعرفوا بلي ايبسيلون اكبر قطعا من واحد على ان، اذا ايبسيلون راه اكبر قطعا من اللي صغر من هذا. صافي، اذا بالنسبه لهنا شنو يمكن لنا نديرو؟ يمكن ندخلو لافارو ابسولي، حيت هنا هادشي كنعرفو حنا موجب، هادشي هذا هو، هادشي راه موجب، ان زائد واحد موجب، يعني لا فالوغ ابسوليت ان زائد واحد هي ان زائد واحد، ولا فالوغ ابسوليت واحد راه هي واحد، إذا هنا هاهي لا فالوغ ابسوليت واحد على ان زائد واحد، أصغر قطعة من ايبسيلون، وكنعرفو بلي لا فالوغ ابسوليت ناقص واحد على بويسونس ان شحال هي واحد، إذا هنا هاد واحد ممكن نعوضو باش بناقص واحد على بويسونس ان، إذا هنا هاهي ناقص واحد على بويسونس ان على ان بلس ان. مالا راه اصغر قطعا من ايبسيلون. صافي، وحنا وصلنا بدينا من هنا وصلنا لهنا، لا عفوا بدينا من هنا وصلنا لهنا، لان لا فالور ابسولوت او ان موا ال، حيت او ان هي هادي موا ال هو زيرو اصغر قطعا من ايبسيلون، حيت ان داك ان ايبسيلون راه هو البارسي اونتيغ واحد على ايبسيلون زائد واحد. اذا نحاولوا يعني نشوفوا في الحصه المقبله هذا المثال رقم 3 ديال او ان كيساوي 4 ان موانز على 2 ان زائد 1، حيث ان ال كتساوي 2، حاولوا معاه في الحصه المقبله غادي نديروه ان شاء الله.